We got Ahmed Mackay, a whole production and that. Alright, let's check it out. Hopefully this doesn't get blocked as well. This best not get blocked. Please don't block this. YouTube, stop blocking my shit, man. Allow me. I thought we were peoples. Dime. Oh, this is Egyptian music, by the way, for those of you wondering. Egyptian music. Ahmed Mackay. He's a musician as well as an actor. Poby, in it. That's not a friend then. I ain't gonna lie, that's not a friend. That's not a friend. If he's making you do things like that, that's not a friend, man. Hey. عدت ساعات في ثانية لقيت الصحبة قايمة دخلت بيتي وش الفجر عيلتي كانت نايمة دفنت نفسي تحت البطانية جسمي متلج نمت في أقل من ثانية نومة واحد متدنج قطر الحياة بيعدي بسرعة سنة في سنة في سنة وأنا زي ما أنا من لما كان عندي سنة It's nice we play it twice I like it سنة في سنة في سنة وأنا زي ما أنا من لما كان عندي سنة هي هي الحياة رجعت تاني للواقع والعكننة عدى النهار بطيء كأنه كان شهر أو سنة نفس النهار يعدي بسرعة واضرب تاني أرجع ملك زماني بعيد عن العالم اللي رماني خلونا اضرب معاهم كل يوم وبتعزم خلاص دخلت السكة والطريق بيترسم فاجئني صاحبي في يوم قالهالي في وشي خفة عوم أجيب فلوس من اللي وليك نضرب كل يوم شخشخ جيبك يا من قعدتنا دي تكون محروم من النهاردة مفيش ضرب ببلاش مفهوم روحت وتاني يوم في معاد الضرب جسمي اتكهرب كرابيك في ظهري ومناخيري سايلة وبتسرب عاوز اضرب منين اجيب فلوس منين اجيب فلوس بدأت استلف من كل اللي اعرفه وادوس بدأت استلف من كل اللي اعرفه وادوس وحتى اخواتي خدت منهم ياما فلوس دروس كله كرهني وبيهرب مني تقلت على النفوس 50 جنيه في 50 في 100 في 100 بس رأي وماتي فلوس من البيت وكله شك فيا نزلت بعت كل حاجة جاتلي في يوم هدية خلصت فلوسي لحد في يوم ما جاتلي فكرة هي هي ذهب امي موبايل اختي لابتوب اخويا سرقت امي Damn, it's true though. You're always chasing that next high. You're always chasing that next high. Like, it doesn't matter what it is, you're selling it. I gotta get my next high. Fuck. Damn, even look at his eyes. Oh shit.
عاوز فلوس حالا يا اما هرتكب جريمة. اتهمني بالجنون وداني كام شتيمة. بدن كل القوض بتتفتح عيلتي بتتفرج لسه بيستوعبوا يمكن ده جد يمكن بنهرج. سحبت بنت اختي 3 سنين ناحية شباك. هاتوا الفلوس لارميها فجأة زاد الارتباك. امي قدامي فوق الثواني رمت لي. Oh shit, that's when you know you've lost it. Man said he took his 3-year-old niece and he was ready to dash her out the window if they didn't give him money for his next hike. That's crazy. Bruh. يا ابغض من شيطاني خد الفلوس وجريت عارف مش راجع بيتي تاني. اطلع بيعدي بسرعه سنه في سنه في سنه وانا زي ما انا. This chorus is really nice. اطلع الحياه بيعدي بسرعه سنه في سنه في سنه وانا زي ما انا من لما كان عندي سنه. هي هي الحياه هو هو انا انا زهقت وتعبت من الحياه تقدر تقول مليت. خسرت كل اهلي واصحابي بقيت وحيد ومنين هجيب فلوس لازم الاقي طريق جديد. فجاه افتكرت جار من سني ساكن لوحده طول عمره ابوه في عاره بره مصر وشهر فلوس يبعت له. شديته زي ما اتشديت انا لنفس الطريق. لقيت مصدر فلوس جديد وبيته لقيت صديق نضرب سوا بفلوسه وفي بيته ملناش ظهور. شقه سنين ابوه خلص كله في 4 شهور. وفي ليله بنضرب جات له مجنه ما صدقهاش. ابوه عرف ان ابنه بيسرق واتنقل انعاش. كل عصب في جسمي توتر زودت الجرعه اكتر. الجرعه المعتاده خلاص ما بقتش تاثر. شريط حياتي بيتعرض قدام اخبار في اخبار. ضربت السم في عروقي زودت اكتر واكتر. نفسي افنى واخلص من الدنيا زي الميه اتبخر. كمان زودت سن جسمي كله اتلون اصفر. صاحبي اه اسمع لا مان اسمع لا اسمع لا يا جدع. جسمك عرقان وبتترعش زي اللي من الحياه اتلدع. رغم اني غرقان في العرق جسمي متلج موجوع وجع من خضتي في تصل طولي. جسمي على الارض اترزع جسمي رافع كل امر مني القوه تهدد. والدنيا بتضلم تدريجي واحده واحده اسودت. اخر لقطه في حياتي شفتها كانت مأساة. صاحبي مرعوب وبيراقب فراقي للحياه. قطر الحياة بيعدي بسرعة سنة في سنة في سنة وانا زي ما انا من لما كان عندي سنة. داي ذاتس كريزي. هو هو انا انا زهقت وتعبت من الحياة تقدر تقول مليت انا. عمري بسرعة انتهى رجعت شريط حياتي ما لقيتش في حاجة عدلة تتذكر لي. That first choice man. راحت مني كلها. ندمان على كل لحظة غامقة في يوم انا عشتها. يا رب اديني فرصة تاني ارجع للحياة. همشي في طريقي صح لحد اخر منتهى. دي حاجة صعبة فعلا انك تختفي من الدنيا والناس ما تفتكركش بحاجة حلوة لوجه الله. واو 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 واو. Well, that was like a long ass poetry session, bro. Wow. 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 I think the rest of it is just credits, no? It's just credits to everyone. Wow. Yeah, that was so deep. That was so deep. My goodness, bro. Lord have mercy. Oh my God. That was so deep, bro. So deep, because literally you're literally one choice away from ruining your life. One decision away from ruining your whole life. You know, all it takes is your friend to say, try this, just try this, and you not having the ability to reject it, boom, life done, finished. Oh man. And it's crazy how many people do this. How many people end up ruining their lives because of that one decision. One decision. It's a life lesson. Yeah, I'm glad he's making music like this. Obviously, it's awareness for people to understand that, yo, drugs can ruin your life, if not just kill you in general. Like, stay away from that shit. Stay away from it. One decision. That's why I say, in life, you are where you are because of the choices you've made. The moments you've said yes, the moments you've said no, have got you to this point. It is what it is, isn't it? Let's just keep it 100. You are where you are because of the yeses and the noes.
Oh, Lord. Nah, bro. That's crazy. That shit got me emotional. I ain't gonna lie. It's got me. That's crazy. It's a lot. It's a lot. And parents can only do so much, right? Parents can't control what their child does once they leave the house. Once the child has left the house, you expect them to carry the principles and morals you've raised them with once they leave the house, right? That's all you can do. That's all you can do. You can't control. You can, to an extent, yes, you can control who their friends are, innit? I'm friends with this person. Bring them to the house. I need to see this friend. Who is this friend? Who's this friend that you say is your friend? Bring them to the house. I need to analyze. But outside of that, your parents can't control what you do once you leave the house. It's just based on the principles and morals they have raised you on. That's what you take outside. How do you carry that? You know? Oh, but that was an amazing, amazing poetry music video. His acting as well was insane. A lot of people in my comment section here on YouTube as well as TikTok have been telling me that he's an actor as well. I could definitely see that here. He was incredible. Yeah, man, definitely gonna be checking out more of his work. Great artist. I'm intrigued. There's 3 songs now I've listened to of his. More to come. Drop them in the comment section and I'll catch you guys in the next one. Love life, love life, love life. Peace.